أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات البحرينية الأمريكية تشكل أنموذجا للعلاقات الثنائية الراسخة من خلال ما تستند إليه من شراكة استراتيجية تاريخية على مختلف الصعد. وأشار سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز مستويات التعاون الثنائي نحو أفاق أرحب بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الصديقين. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر الرفاع بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، سعادة السيد ستيفن كريك بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، حيث نوه سموه بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين من تميز في ظل ما تحظى به من اهتمام ودعم من قبل قيادة البلدين وأهمية البناء على ما تحقق للوصول للتطلعات والأهداف المشتركة. وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.